اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. فيديو النهاردة هنعمل ميدالية بشكل جديد، مش هنستخدم فيها الابرة. كل اللي احنا هنحتاجه، هنحتاج غطا بلاستيك، غطا علبة صلصة او غطا علبة سمنة او اي غطا، ممكن غطا علبة جبنة برضو. هقص منه دايرة بالشكل ده كده، او ممكن تقصي مربع او الشكل اللي انت عاوزاه. يعني انا قصيت دايرة من الغطا من جوه ومن بره بالقطر، جبت حلقة ميدالية ومعايا خيط ساتان. الخيط ده شاريه من عند بتاع الخيوط، المتر منه ب50 قرش. كل اللي احنا هنعمله هنتني طرفين الخيط كده، هتني نصين هيكون معايا الحلقة البلاستيك دي اللي انا قصيتها من غطا علبة السمنة. هعدي الطرف الخيط من تحتيها بالشكل ده كده، وهعدي منها فتلتين الخيط واشدهم كده. هيكون معايا دلوقتي طرفين، طرف على اليمين وطرف على الشمال. هشتغل في الطرف اللي على اليمين دلوقتي، همسك الطرف اللي على اليمين وهجيبه تحت الحلقة وهعدي منه الخيط بالشكل ده كده من جوه الحلقة، وهعدي من الحلقة اللي انا عملتها بتاعت الخيط واشده بالشكل ده كده. كده انا عملته مرة من تحت، المرة دي هجيب الخيط ده من فوق كده، من فوق الحلقة برضو هعديه من جوه الحلقة وهطلعه من حلقة الخيط. يبقى مرة بعدي بخلي الخيط تحت الحلقة وبسحب الخيط من جوه الحلقة البلاستيك وبعديه من حلقة الخيط. ومرة بجيب الخيط فوق الحلقة برضو بعديه من الحلقة البلاستيك وعديه من حلقة اللي هي طرف الخيط وبشد بالشكل ده، بخليهم جنب بعض. هجيب الخيط من تحت وهعديه من الحلقة البلاستيك وادخله من حلقة الخيط. ومرة من فوق بخلي الخيطة فوق الحلقة البلاستيك وعدي الخيط من الحلقة البلاستيك وعدي واسحبه من الغرزة بتاعة الخيط واشده بالشكل ده كده. يبقى مرة بنجيب الخيط تحت ونعديه من الحلقة ومرة بجيب الخيط فوق الحلقة البلاستيك وبسحبه من الحلقة وبعديه من الخيط. وبفضل مكملة شغل في الطرف هنا لحد ما اوصل للنص في طرف الخيط ده، هكمل شغل لحد ما اوصل للنص وارجع تاني اقول لكم هنشتغل برضو هنا ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت للنص، دلوقتي هكمل شغل على النص التاني. يبقى احنا بنجيب مرة الخيط فوق الشغل فوق الحلقة ونعديه من تحت وندخله في الحلقة، نفس اللي كنت بعمله هنا هعمله هنا. مرة كده ومرة كده، فانا هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم تاني اقول لكم هنقفل الخيط من غير ما يكر ازاي. واشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت للنهاية، بقت معايا بالشكل ده كده، طريقتها جميلة شكلها جميل والحرف بتاعها بقى بالشكل ده كده.
دلوقتي هنقص الخيط، بس هنقصه بالولاعة علشان ما ينسلش. هنجيب الولاعة وهنحطه كده تحت في الشغل من جوه من ورا، واجيب الطرف التاني برضو واقصه بالولاعة وهثبته برضو في الشغل من جوه. بقيت معايا بالشكل ده كده. هنجيب حلقة الميدالية وهفتحها، هدخلها بقى في طرف الشريط الساتين واقفلها. تكون معايا بالشكل ده كده. ممكن اعلقها في سلسلة، هتبتدي برضو شكل جميل. دي كانت الفكرة بتاعتنا في فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.